ولا تنكرا جهلا منكيرا ومنكرا. ولا تنكرا جهلا، يعني شيء اللي تجهله تنكره ما يصلح، هم كل شيء تجهله تنكره، بل تؤمن بما صح وما ثبت، وإن لم تعرفه ولم تدركه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، كذلك كذب الذين من قبلهم. فالواجب أن المؤمن يؤمن بما صح عن الله ورسوله وإن لم يعرفه ويتصوره، فإن هذا له مستقبل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. فالأنباء والأخبار التي أخبرتم بها كل شيء له وقت، إذا جاء وقته ظهر، فواجبنا الإيمان به لأنه كلام الله جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فلا نعتمد على عقولنا، وإنما نعتمد في أمور الغيب على الوحي المنزل، ولا نتدخل بعقولنا وأفكارنا. وأمور البرزخ من أمور الآخرة، عالم آخر انتهى من عالم الدنيا وصار في عالم الآخرة، وإن كنا لو كشفنا عنه لوجدناه كما وضعناه، لكن هو في عالم آخر، وما يجري عليه لا نراه ولا نحس به، لأنه في عالم آخر مغيب عنا. نعم.